ممكن نرجع من فضلك للصورة اللي فاتت. انا بس في الصورة دي انا ارجو ان يكون التلفزيون بيوريها للمواطنين. يعني الفكرة في ان احنا كنا بنقول ان احنا عندنا مشكلة في ان حصل تطور في شكل التجارة وشكل التوزيع لها، واحنا ما كناش لسه يعني كنا متأخرين عنها في مصر يعني. وبالتالي لما قلنا ان اللي بيعرضوا السيد وزير التموين دلوقتي على ان احنا بنتحرك في اتجاه، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان احنا اللي انتوا بتشوفوه من الاسعار اللي مش متسيطر عليها مش نابع بس من وجهة نظر ناس يقول لك اين الرقابة. لا، هو الموضوع ما كانش رقابة فقط، هو موضوع ان احنا محتاجين نطور قدرتنا في التجارة وحركتها. يعني المنطقة اللوجستية اللي موجودة قدام حضراتكم ديت بتعمل ايه؟ ده عبارة عن مخزن كبير قوي على مستوى المحافظة او على مستوى اقل من كده، بيتيح فيه موجود فيه مناطق تخزين لا يتم تلف فيها البضائع اللي موجودة، ويتم تجهيزها بشكل جيد جدا، وتيجي عربيات مبردات تاخد الكلام دوت وتطلع بيها على المناطق المختلفة زي منافذ البيع والأسواق والسلاسل التجارية المختلفة اللي موجودة. ان احنا ما قدرناش نعمل بسرعة هذه المنظومة، هيبقى عندنا دايما مشكلة في ان تصل المنتجات بشكل كويس وبسعر كويس. ده اللي احنا متحركين فيه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان كتير مننا في دولة بعددنا اتأخرنا في هذا الموضوع بشكل كبير. العالم المتقدم والعالم المتطور نجح في ان هو يحل المسألة ديت، بحيث ان هو يخلي تكلفة المنتج اللي بيصل للمستهلك في الاخر تكلفة مناسبة. لان الكلام اللي معمول ده هو مش طرف، يعني مش شكله حلو يعني، لا ده هو معمول عشان يحقق نظم حديثة في التجارة تؤدي الى عدم تلف السلع وتجهزها بشكل جيد ونقلها باقل تكلفة ممكنة. فلما هننجح في النقطة ديت، الفكرة بين اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان اللي احنا بنقوله ده الوقت فيه حاسم عشان يشعر الناس. واذا كنا احنا بنتكلم على 4-5 محافظات ولسه 3-4 في الصعيد، طب احنا بنتكلم على المناطق اللوجستية على مستوى الدولة كلها بالكامل. وارجو ان القطاع الخاص، لان دي فرصة طبعا للقطاع الخاص ان هو يشتغل ويتحرك ويوفر فرص عمل، بالاضافة ان هو طبعا هيحقق مكاسب كويسة سواء في المناطق ديت او في الاسواق والمراكز التجارية. وبالنسبة للمحافظين من فضلكم، انتم لما بتيجي تطرحوا اراضي على وزارة التموين او على وزارة التجارة والصناعة وبيطلب فيها الكلام دوت، بتحاولوا تشوفوا الاراضي المتاحة. لكن انتم لازم تكونوا دارسين كويس قوي انك انت توفر ارض يعني تحقق الشروط اللازمة لهذه المناطق على محاور التحرك رئيسية، جنبها خدمات جيدة من الكهرباء والمية والصرف، عشان لما نيجي نعملها المستثمر يجي يلاقي فرصة حقيقية انه يشتغل. انا بقول لكم لو احنا كل محافظ كان مركز قوي في النقطة ديت، هو بيوفر لمحافظته فرصة جيدة لتجارة جيدة. مش بس ان هو بيعمل كده، انا عايز اقول ان حتى الزراع اللي موجودين في محافظته هيستفيدوا من الكلام ده. اذا كنت انا طبعا لاداء مباشر، بس كده مباشر، المحافظات الزراعيه هيبقى استفاده مباشره للفلاح واستفاده مباشره للقائم باداره المنطقه اللوجستيه وتقليل حلقات التداول، وبالتالي يصل زي ما حضرتك تفضلت بالضبط المنتج سليم صحيا وسعريا وفي كل الأماكن. بس الحق يقال السادة المحافظين ربما التأخير من عندنا، إنما السادة المحافظين تقدموا بالأراضي وبالشروط المطلوبة. ده كلام كويس. وأنا بس عايز أقول لكم لما كنا بنقول إن في حجم هدر للمنتجات اللي بتطلع في حقول المزارعين نتيجة النقل والتداول، دي أحد العناصر اللي تقلل هذا الهدر بنسب كبيرة. تفضل. شكرا. شكرا يا فندم.